بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض طريقة سهلة لعمل دايمنشن. هو لو احنا عايزين نعمل دايمنشن بالطريقة العادية، باجي هنا في دايمنشن وأقول له أنا عايز أرسم الدايمنشن بتاعي مثلا من النقطة ديت للنقطة ديت للنقطة دي، أحدد النقط اللي أنا عايز أرسم فيها دايمنشن. ولما بخلص خالص باجي في مكان فاضي وأروح تحس مرتين، فهو يبدأ يرسم لي الدايمنشن بتاعي بالشكل دوت. تمام، بس قد يكون عندي حاجات كتير عايز ارسمها وعايز طريقة اسرع من كده. لو انا عايز اعمل سيلكت الدايمنشن كله، باجي هنا في دايمنشن، اعلم على علامة دايمنشن وادوس كنترول ايه فيعلم لي الدايمنشن كله، اروح دايس ديليت. وباجي من دايمنشن ببدأ احدد الدايمنشن بتاعي، هل هيبقى من اول نقطة لتاني نقطة ومن تاني نقطة لتالت نقطة، يعني دي مثلا تبقى متر ودي متر، ولا هيكمل يعني دي لو ده متر اول قطعة متر وتاني قطعة متر، هكتب هنا واحد وهكتب هنا اتنين واللي بعدها تلاتة واربعة، بيجمع من اول نقطة لحد واحنا ماشيين. تمام، طيب انا دلوقتي لو انا هنا وعايز ابدأ اعمل دايمنشن سريع، اعمل سيلكت على كل العناصر في البلان، وهاجي من دوكمنت هلاقي دوكمنت اكسترا، اختار اوتوماتيك دايمنشن، اختار انتريور دايمنشن، فبيقول لي انت عايز كاستم سنتر ولا كولوم اند بوينت. ماشي، خلاها كولوم اند بوينت، اقول له اوكي وابدا اشوف انا عايز الدايمنشن فين، وليكن مثلا في المكان دوت، اعلم اول نقطه وادوس شيفت عشان ابقى ماشي باستقامه، واروح دايس التاني نقطه، وبعد كده هروح دايس بالعلامه تحت مثلا انا عايز الدايمنشن فين بالظبط، وليكن مثلا هنا عمل لي الدايمنشن بتاعي من خط الجريد 1.4، الماس الحيطة 10، الماس الحمام 2.45، الحيطة اللي بعديها 10، 1.59، 45. بدأ يعمل لي الدايمنشن في المكان دوت اللي هو الانتريور. طيب لو انا عايز اعمل الاكستيريور، هاجي لدوكمنت، دوكمنت اكسترا، اوتوماتيك دايمنشن، اكستيريور دايمنشن، الاوبننج سنتر ولا الاوبننج هيبقى اند بوينت، يعني هاخد من نص الاوبننج ولا هاخد من اول نقطه واخر نقطه، ولا انت عايز في كل الاتجاهات ولا في اتجاه واحد يعني فور سايد. تمام، طيب اقول له اوكي، هشوف الويندو انت هتعملها نورمايز ولا وول هول ولا ان سايز. اوكي، هحدد المسافه بين الدايمنشن والمبنى. تمام، عمل لي الدايمنشن بالشكل دوت. في كل الاتجاهات بدأ اول دايمنشن بان هو عمل لي من اول نقطة للفتحات بتاعتي، في الاخر خالص بيعمل الدايمنشن بتاع المبنى كله من اول نقطة لاخر نقطة. هو المبنى ده بس مفهوش فتحات كتير، مفهوش ابواب وشبابيك، مفهوش كسرات، فعشان كده مش باين الفرق بالدايمنشن. بس هو المفروض اول واحد بيبقى لأي لو في اي شبابيك ابواب، تاني واحد بيبقى لو في كسرات، الاخير ده ملوش دعوة خالص، هو بياخد باكج كده مع بعض من اول نقطة لاخر نقطة. دي طريقة سريعة لعمل الدايمنشن.